السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، واذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم تحميل حزمه كبيره من تاثيرات اضاءات ذهبيه اللي تحتاجها للتصميم بالفوتوشوب. طبعا حزمه جدا احترافيه، شوفوا عدد هذه الحزمه 60 اضاءه بانواع واشكال متنوعه. طبعا راح بشرح لك كيف تستخدم هذه الاضاءات في الصور في سيلفي او اي صوره تستخدمها، كيف تستخدم هذه الاضاءات، كيف تحطها في تحطها بالصوره. فطريقه استخدام ديز جدا سهل. فقبل ما اشرح لكم كيف تستخدمها بالفوتوشوب، فطريقه تحميل هذا الحزمه جدا سهل. افتح الوصف بتحصل رابط الموقع او رابط التدوين الخاص بي. كل ما عليك انك تدخل على رابط التدوين، تنزل لتحت هني اذا تريد تقرا تاخذ معلومات اقرا. كل ما عليك انك تنزل لتحت بتحصل رابط التحميل، هذا هو رابط التحميل. كل ما عليك انك تضغط على الرابط، بعد ما تضغط على الرابط بيوديك لصفحات اعلانيه تتخطى الاعلانات وبيفتح لك هذا الموقع. تضغط على تحميل مجاني، لازم تضغط على التحميل مجاني لان هذا مدفوع. اضغط على ايقون الازرق تحميل مجاني. بعد ما تضغط على التحميل المجاني بيوديك للصفحه الثانيه، تتحدد انك لست برنامج الروبوت. تضغط على الداونلود مره ثانيه ويبدا تحميل الملف مباشره على جهازك. بعد التحميل بتحصل على شكل ملف مضغوط، اضغط كليك يمين، اضغط اكستراكت او استفاد او فك الضغط، فيبدا ينتج لك هذا الملف. تفتح الملف بتحصل هذا الحزمه. الحين راح بشرح لك كيف تستخدم هذا الحزمه. طبعا راح بشرح لكم انا في الصورتين، هاي الصوره الاول وهاي الصوره الثانيه، راح بشرح لك كيف تضيف هذا التاثيرات بالصوره. الناس يشوفون اول شيء بنشرح لك كيف تضيف على هذه الصوره. كل ما عليك انك تضغط على فايل، بعد ما تختار الصوره اضغط على فايل، اضغط على هذا الزر بليس حتى تختار التاثير. اوكي، طبعا اذا ما عندك برنامج فوتوشوب ايضا بتحصل رابط تحميل الفوتوشوب اللي انا استخدمه بتحصل في نفس التدوينه. الحين نروح لنختار الاضاءه الذهبيه. الناس يشوفون نختار مثلا اي اضاءه ذهبيه يناسبك، يناسب الصوره او يناسبك. مثلا نختار نختار هذا الإضاءة، أوكي؟ أعطيكم مثال، الحين نحطه في أي مكان تبيها، تحطه في المكان أي. بعد ما تختار الإضاءة، اضغط على علامة الصح. الحين بالضغط هني، الناس يشوفون هذا الزر، اضغط عليه، اختار هذا السكرين، هذا الخيار. فالناس يشوفون حطينا الإضاءة. الحين حتى تضيف الإضاءة تحت، نفس الإضاءة تضيفها تحت، اضغط على الإضاءة، كليك يمين، اضغط على هذا الزر ديسبليت لير، هذا الخيار، اضغط عليه واضغط على اوكي. الحين نزل الاضاءة الثانية، اوكي، او احط يعني الناس يشوفون فوق شوي، اوكي. اضغط على الحين في اشياء يعني لازم تحذفها، اضغط على المحاية، هذا المحاية، اضغط عليه، اختار اول خيار، اوكي. الحين احذف المكان اللي ما تبعه. اوكي، الناس يشوفون اني نصغر هذا شوي، بنحذف مكان اللي ما نريده حتى ما تكون احترافية. اوكي، الناس يشوفون تقدر تحذف هني مثلا الوجه، مكان الوجه حتى ما يعطيك، تقدر تحذف مثلا، اعطيك مثال يعني، تقدر تحذف الشيء على الوجه حتى تبين الوجه. اوكي، الناس يشوفون الحين اضغط على هذا، اوكي. الحين حتى تضيف اضاءة ثالثة تحت، اضغط نفس الخيار، كليك يمين، اضغط على هذا الزر. وين راح؟ لا مش هذا، هذا الخيار، اضغط عليه، اضغط على اوكي، ويتم اضافة الحين الناس يشوفون الحين اضغط على المحاية ايضا، احذف المكان اللي ما تريدها، اوكي، مثلا الوجه او خليتي او تقدر تحذف هني حتى يكون الوجه باين. فبس بعد الانتهاء تقدر تحفظ الصورة، اضغط على فايل، اضغط على سيف اس، مكان حفظ الصورة سطح المكتب، يعني اختار جي بي اي جي هذا الصيغة، تقدر تسمي الملف، اضغط على سيف. فمبروك عليك، تم تصميم صورة احترافية، ضفنا التأثير الذهبي، اوكي، باحترافية. الحين الصورة الثانية نفس الطريقة، الصورة الثانية، اوكي، هاي الصورة الثانية نفس الطريقة، اضغط على هذا الزر بليس، اختار التأثير الذهبي، مثلا اي تأثير ذهبي تريدها، مثلا هذا التأثير، اوكي. بعد ما تختار
اضغط على هذا الزر سكرين ويتم حذف، وبعد ما تنتهي اضغط على علامة الصح، فهاي الصورة جاهزة. تقدر تضيف تأثيرات أخرى، مثلا تقدر تضيف تأثير أخرى، تأثير ذهبي أخرى. مثلا أعطيك مثال، مثلا في تأثيرات كثيرة متنوعة، مثلا هذا التأثير. أوكي، اختار سكرين، شوفوا بعد ما تنتهي اضغط على علامة الصح وكلا خلاص تم إضافتها في الحين اضغط على السايف اس نفس الطريقة، سطح المكتب جي بي اي جي، اضغط على سيف. فمبروك عليك، تم تصميم صورة احترافية. تقدر تضيف على صورك في سيلفي هذا التأثيرات الذهبية جدا احترافية. بس هذا هو كان شرح اليوم. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. مع السلامة.